ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أنت عم تعامل إله، عم تعامل خالق السماوات والأرض، عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم. لا تزهد بعلاقتك بالله. الآمر ضامن، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا أهم موضوع بالخطبة، تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة. هالكلام للشباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.